تنتهي شركة مصر للطيران اليوم من نقل حجاج دولة فلسطين بإقلاع 3 رحلات جوية تتجه جميعها إلى مطار جدة الدولي ضمن جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله لأداء مناسك الحج. وأكد صفوة مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن قيام الشركة بنقل حجاج دولتي مالي وفلسطين جاء من منطلق الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في خدمة ضيوف الرحمن والمكانة التي تحظى بها الشركة في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.